كل زعل سم يقول كريم يا برق النخيله ما نخيله شوف برق رساله ما نخيله الله يسلمك في رساله معينه ايه فهمت الرساله يا شيخ علي فهمت الرساله يا شيخ علي اي الرساله فهمتها لكن عند المعدين ترى هم اللي اخذوها اي عند الاعداد ما شاء الله اي نعم ما شاء الله يا انت يا شيخ غذاء روح الله المستعان وتقدم ايضا غذاء الجسد اي كله كلاهما فعموما جزاك الله خير لكن خلينا احنا اليوم في غذاء الروح يا سلام احنا نبي غذاء الروح ولا غذاء الجسد ممدين عليه الله يسعدك نرجع هذا الجزئيه مهمه محور حديثنا في المساله هذه شيخ سم يعني انا مساله ابطال السحر بالسحر انا ودي اتكلم عن الجزئيه هذه ولكن بعد غذاء الجسد عشان ما تكون موضوع محوري سم. والمساله الاخرى مساله الماضي انت طحت قبل 10 سنوات او قبل 15 سنه هل تعتبر هذه من الغيبيات؟ نعم حتى وين كانت حدثت في الماضي لأنه كثير من الناس يقول لك هذا حدث في الماضي ما هو غيب لكن من الذي أخبره أنه حدث في الماضي؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله الغيب هناك فراسة قادم. الغيب عشان نفرق هناك فراسة جميل بعض علماءنا لهم فراسة الشيخ بن باز رحمه الله كان صاحب فراسة معروفة نعم حتى أن السائق في يوم من الأيام دعي إلى مجلس هو لا يريد أن يحضره لكن فيه يعني بعض الأخطاء وكذا فهو صاحب المجلس حريص على حضور الشيخ فجال السواق قال له إذا خلص الشيخ الدرس لا توديه البيت والمجلس يعني أمتار بسيطة عن بيت الشيخ فقال جيبه هناك على طول والشيخ تعرفون أعمى لكنه ليس أعمى البصيرة فغير المكان بس يعني غير اللفة بدل ما يروح يمين راح يسار قال الشيخ ارجع ارجع وين رايح؟ قال الشيخ بس قال لا انت رايح للمجلس انا ما قلت ما بيروح ليه توديني؟ ارجع ارجع البيت هذا البصير وادركنا من العلماء من كان صاحب فراسه فهو ينظر الى يعني كلامك والى سمتك قالها عمر بن الخطاب اتقي فراسه المؤمن فانه يرى بنور الله لكن هي ليست بهذه الدقه التي يفصلها الساحر هذول ما هم فراسه مؤمنين هذول هم وين والايمان وين؟ هم بوادي والايمان بوادي تفصيل كامل يعطيك خبر مفصل يعني من جميع الجهات وذلك أنا أقول للناس دائما وبالمناسبة أنا ألفت كتاب سميته علمتي صوت البقرة هذا الكتاب الآن متوفر في جرير خلال أيام هذه إن شاء الله في جميع فروعها في المملكة كلها هذا الكتاب يتحدث كيف تستشفي بصوت البقرة وأنت في البيت دائما تروح لفلان كلم فلان وتعال اقرأ علي فلان القرآن للجميع كتاب الله لكل أحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة والإنسان سمع معلش الشيخ إعادة اقرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة بركة وهذه تحتها 100 خط وتركها ترك سورة البقرة عدم قراءتها حسرة وهذه حطها 100 خط ولا تستطيعها البطلة اللي هم السحرة ولا تستطيعها البطلة البطلة اللي هم السحرة من الباطل إن هم الباطل وأنهم يفعلون جميل. الباطل السحرة يقفون عاجزين أمام هذه السورة إلى هذا اليوم لا يستطيع والله العظيم وأنا أقسم بمن أحل القسم لا يمكن لشخص يستمر على صوت البقرة يوميا مرة واحدة رجاء الأجر والبركة عشان ينتبهون لكلامي وقد بينت هذا في الكتاب بعض الناس يقول شو الدليل لما تقول للناس اقرأ البقرة كل يوم نحن نقول اقرأ رجاء الأجر والبركة بعض الناس يقول اقرأ صوت البقرة عشان اتزوج مثلا اقرأ صوت البقرة عشان اتوظف نقول هذا بدع هذا خطأ قاعد تحدد وتربط ما عندنا دليل يقول اقرأ عشان الزواج ولا اقرأ عشان لكن نقول البركة يدخل فيها كل ما تريد صحيح. كل ما تريد امرأة صنع لها سحر وهي